حناجر تصدح من داخل المدرجات. لم تعد هذه سمة المشجعين الموريتانيين، فقد برزت في الآونة الأخيرة طريقة جديدة للتشجيع لم تكن معهودة خلال تاريخ الكرة الموريتانية على قصره، فأصبحت أقمصة المنتخب منتشرة بين صفوف عشاق ومحبي المرابطون بكثرة داخل المدرجات وخارجها لتضفي أناقة وجمالا على الكرة في البلاد. هذا الطابع الجديد من التشجيع أكسى الكرة الموريتانية حلة بهية، معطيا قوة للمنتخبات على أرضها، وذلك ما استدته مباريات المنتخب الأخيرة حيث لم يخسر على أرضه في مباريات زمان خلت. فهل سيستمر هذا النمط الكروي عن قناعة من الجماهير، أم أن تشجيع المنتخب سببه الأول للانتصار ومع أول خسارة ستختفي أقمصة المنتخب ومعها التشجيع؟